قالي ما كاش لي بوتا كومور ندوغا وهر ما زير سمنا بال لما كاتيان وغرزون راهو وهر ما لي بانغ كويلا مدين على نيكا وغا بان لي ياو يتحكم يا المرحوم محمد تكي ابن عبد الكريم وتميزي مع شيريني نامتسان رانغو يا ريبادينغو المرحوم محمد تكي ابن عبد الكريم بسبب شاء وكاز وهو من شامبيني راتيمان يا مهامي جمله نانا وانريكاو ولا ليكي وهوسي لي ارما ومجم تكوفو وامبيني هاوليليا لتحكي ما يا المرحوم ابن عبد الكريم لهم تشيا مغفرة المرحوم وكاتسون من غوري ماريكاو وارينج فوفو لمفتي جمهور وهي دولة يا كومور نهون غارتون روها رما لبنغكوي له منشي وامبيني المهم إسرائيل ويا أمان السلامة وسبرهانيها وهم سنادي وسنا باتابو يتوكا يونسي أبها إشاباكي دولية يأمري يدي نا أطولا ولوقتي كاونغا رجانزياني يرما هرما برنامج يعني كانو نيت حاتما يا المرهوم محمد Thank you.
Thank you.
أمينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام وتقوف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هماني لم نيكاو زجولها نيهاو هم ناس بوارد سنجبان قبل رهار جندا لمكان ما يدوكم بك لسوابانو رتنانيها بانو لتقديم يمحشميوا الرئيس الأسبق المرحوم محمد تقي عبد الكريم حيث البدايه يهي تقديم لهندليا سوره ياسين قبل كل شيء فليتفضلوا مشكورين. ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل
نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادت الوجود القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في الفلك يسمعون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا فريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا من لو شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا أما خلا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألقى إليكم يا بنين آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وطن معمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون وما علمناه شيئا وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن قولهم إنا نعلم ما يسرون ولا يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الأرض وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان كل شيء وإليه ترجعون بسم
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نستغفرك ونفتك ديارنا وأنفسنا أموالنا أولادنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم أجمعين في كنفك وحفظك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريض. بجبار العميد والإعان والإبغي والذي حسن وبشر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعيننا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا لأولادنا لمشايخنا لأصحابنا في الدين ولإخواننا لأحبابنا لمن حضرنا فيك ولمن أحسن إلينا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم أعذبنا بما فضلك وجودك كرمك على ما قرأناه من سورة ياسين وأرسل اللهم ذلك ثوابا مثل ذلك إلى حضر سنة رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وسائر الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين ووالدينا أولادنا إخواننا أخواتنا أعمامنا عماتنا أخواننا خالاتنا ومشايخنا محابنا وأهل ودنا وآبائنا وذهنوفنا علينا ومن أوصلنا بالدعاء ومن أحسن إلينا من ظلمنا وأسألنا إليه أو أحاط به شفقات قلوبنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى روح المرحوم الرئيس السابق محمد تقي عبد الكريم وأصوله وفروعه وأواشيه من الناس والدين وذهنوفنا عليه اللهم جر عبد الله من النار اللهم جر عبد الله من النار اللهم جر عبد الله من النار اللهم جر هبكاك الله من النار اللهم جر هبكاك الله من النار اللهم جر هبكاك الله من النار واغفر له وارحمه واجعلنا واياه في دار كرامتك ومستقر رحمتك مع عبادك الصالحين وحفظك المصلحين اللهم اخواننا به عاجلا واجلا في الدين والدنيا والاخره ما انت له اهل ولا تخف بنا به يا مولانا ما نحن له اهل انك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم ربنا وصيت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم اللهم اجعلنا من الفائزين وصلى الله على وصلي اللهم على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمال المتابعه له ظاهرا وباطنا في عافيه وسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الكرام الفاتحه. اللهم ارحم وجازيه بالإحسان حسنا وما وسم رفعتكم وصله ورحم وجازيه بالإحسان حسنا صلى الله على سيدنا آمين. اللهم اجعله من المقبولين من المتعجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة مفتي الجمهورية وتكوفو موزيري خاصة وكتب كاون وكايا داونا المرحوم محمد تقي عبد الكريم ناني مبسدر nani mavamana wa daula mbalimbali ikao ndo wakadauna almarhum Muhammad Taqi Abdul Karim watukufu mavamana madepute watukufu mavamana wa daula hizi daraja mbalimbali watukufu mafundi
watukufu wa Komor hina babandu bokao lomlio rovalo harima le bangwe lamgamichi emakatianu rovali bungao oharima ole mengukamili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. E asini ratera soma iriwonesa ishare hansilami awe ishare hansilami gashijoka huja zamba hauraji waza utena no wakalimani wajoka utekeleza zenisha hili mbalinabal za husiana almarhum Muhammad Taqi Abdul Karim. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humba dimbo wa almarhum Muhammad Taqi Abdul Karim harashaleziza wa harma Qur'an hamba uka wa inna minkum laman la yubti'an fa in asabatkum musiba qala qad an'ama Allahu alayhi id lam akun ma'ahum shahida. Kama usoma ya zinji, chakoko kama usoma hadithi zinji. Ngabo hadithi denga mjoi renga, bidi ea mwisoba, samahata al-mufti. Nade hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakati ya kaufumbua, ema shuhada, ya henda haka ya timizi, ya mba ukaya, wama mkuti la duna ahlihi, fahuwa shahidi. Ya hadithi yone irengwa na an Sa'id bin Zaid hamabe halimtu wa watukufu. Ngarujoe ngele ya hauharakif, haukanga saharwe, emafira ya almarhum Muhammad Taqi Abdul Karim ripare, mjuhu wa hae. Ya zalwa ni mwana wa Muhammad Taqi Abdul Karim, ya jasumi aya za Qur'an, ikaa umba ya hae umbabani ya liwa waha ya zidu jiviwa ya zidu wa sunishiwa ne makfira ne rehma ya hizi aya hizo haizu nga jopara imju huwa Muhammad Taqi Abdul Karim Muhammad Karim Muhammad Taqi Abdul Karim ya jasume baadhi za aya za Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. ما شاء الله الرحمن علم القرآن. نعم محمد تقي عبد الكريم حكى عن ذات القرآن حيث أبسا قرجوه نبيا نشاهدي ومانو وهو وانو وكاهو وانو وعيشي لأنا المرموم محمد تقي عبد الكريم إكاهو إكلمة إكا يمزي وهاتو سماحة مفت الجمهورية شانغو كموه منهاه أمبسادير محمد علي بيا ياجي يتكليزي وشاهيدي وهاه نمعيش وهاه محمد تقي عبد الكريم رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. سماحة المفتي الجمهوري وتكوفو هذه الدرجة زهينا امتباح أرمان اسم جمليكايو ولما ولما ونادم الهباو حاروفا إلى رمباو للشعب ونشعر بالشعب وسواها مو مخايم مهم يجب فيها تكاور مغتربان. ونام السلام عليكم ورحمة الله تعالى. جاتو جوار سوبي تنهاراي أمريكا وتنقواني وسواها مو في الموضوع خاصة سماحة المفتي الدكتور عبد الحكيم شاهد كارجاك عنو البروغرام شاهد سفوري لازلو بوغا مزا واسوكت دام نقول شبع شبه وشكوري هاو ياوكا يا وانو كان يمكو تو شاهد انتيما ممكن يوز شاهد اندونيسو هرمون معيشي والمرهوم الرئيس الجمهورية محمد تقبل الله دام جولنگا شاهد انتيما باهنا دون منوي من وندي يوسف بني عمر أكون سوكم مشهور وسوك مخصوص بني جو هو هما ما سيواجه فزهان وما مجبان هل ما مناسب جزء لون سوكا يا أسنا ماشيل نمتام رامو امزوات رئيسي وات على واحد من الدنيا ينود علي نزيمة ya honesa inamna mwezi mkuu ya manza au kaya ikabwa nzera ngadi ngadi harumiti ya tuini au nchizi waji mahashiri na mitano raisi ya fari kuhunda wananya na wana na wajuhu wahime wabeshe leya usipika o loyari la waharumi duniani yonema mwezi mkuu ya mnika ووشاشي ونكون نعمله نيزوك أبتكا وجبور يزيكا هوجا هما لزيكا ولا يا همونا هرموه أرض يا بركيكا ولا يا سالوا نيما فوقينو واسيكا ولا ومنكا وانكا هم ليلة حتى يبيه انجز مستارا ونزي عجل هلا فوتي ونبعتي وانكا يا حساب فتوى يكاوك شكريو نبينا مزاق واجبون ونلومين نبي ما نبقى من رسلنا كنا نشكره ونبقى من سنجلسا عندنا ولد عاتي نجوا المرهون رهيا نفقالك ما لا يبقى المهازي نكيد بروتوكول وهاه أرمي يا بيسو يا كهوجا أولا بدو ما هو بيسو يا كهوجا ميسو يا مكتما تسمو سنجيم ونمزنا ونناس ونجزون ونومن له أو كسبعة المفتي تسوي هجمان اليوم مهما كان ظروفيا ونيزوبيا زهازي نظروف شخصية